مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير لكل المتابعين يلي انضموا لنا باخر حلقه هالسنه من لو شبابي شو. هاي ويام النجم الشاب محمد باش بصنع في سوريا. هو مغني مؤلف وملحن سوري، ولد في دمشق ب 6 نوفمبر. تعرفنا عليه من خلال برنامج للمواهب، ومن وقتها وقعوا البنات بغرامه وكلياتنا وقعنا بإحساسه العميق وجمال صوته الدافي. رح نعمل اليوم ما يطلبه الجمهور وطلبات جمهورنا أكيد أوامر، لهيك خلونا سوا نرحب بضيف صنع في سوريا لليوم بآخر حلقة من سنة 2014 بلو شبابي شو، النجم الشاب محمد باش. مساء الخير واهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير اريج. مساء الخير ويام. مساء الخير، نورتنا اكيد. وشكرا لاستضافتكم لي اليوم، وانا مبسوط فيكم كثير. يعني اكيد اكيد هلا عندك سكجول مشغول كثير، يعني عيد ميلاد وراس السنه واخر شيء، فنحن بدنا نتشكرك اكيد لانه استمع. هيك قدرت تلاقي وقت انه تجي لعنا وهيك تكون حلقتنا مميزه، يعني اليوم هي اخر حلقه ب 2014. بالعكس اني اكون معكم اليوم بحلقه مثل عم تحكي حلقه مميزه، اني اتشارك معكم بهي الحلقه نحكي عن البوم المشتاق. هذا كثير شيء بالنسبة لي بيعني لي كثير. رح نبلش محمد أكيد فورا يمكن من الألبوم يلي أطلقته مؤخرا بعد انتظار طويل ويلي حمل عنوان أنا المشتاق. حطنا بتفاصيل الألبوم. أنا المشتاق الألبوم الغنائي الأول لإلي، فينا نقول أخذ معنا كثير شغل فترة تقريبا أكثر من سنة ونص عم نحضر للألبوم. شعور كثير حلو بالنسبة لي انه انا عم اقدم اول البوم لإلي. طلع بالالبوم وتعبرنا عن شعورك محمد. اكيد انه البوم صار اكيد كفيزيكال البوم يصير متواجد بالاسواق، غير لما يكون عم ينزل واحد سنجل او عم بيطرح سنجل بالسوق. البوم فيه 13 اغنية متنوعين بكل اللهجات، جربت اني انا اتواجد فيهم بكل احساس، اني كل طاقاتي الموجودة اللي كنت مخبيه وعم اشتغل عليها وعم احضر لها انه تكون موجودة بالبوم انا المشتاق. الالبوم صار متواجد بكل الاسواق العربيه، متواجد على الاي تيونز وكل السوشيال نتوركس عم بيتداولوا على اليوتيوب على الابلكيشنز كلها. باي يوم اكيد الالبوم صار له فتره كثير قليله، فتره شهرين صار نازل على الاسواق، وبعدني عم بستقبل ردود الافعال حلوه من كل فانز بكل وطن عربي، واكيد بعدني عم تابع معهم كلياتهم. هلا نحن كمان حضرناك كنت باوتيل الشيراتون من شي اسبوعين كمان ثلاثه تقريبا عم توقع الالبوم، صح؟ وسمعنا انه كان في وفود، يعني هلا هو تشبيه منيح، خلينا نقول مثل الجراد. لا لا هيك هجوم صار على محمد باش. وين محمد باش كله نط؟ انا جد كنت من اول شيء تفاجات يعني بالتواجد الكبير للفانز للجمهور كله، الاعلاميين الصحفيين كانوا متواجدين، مالي متوقع هيك. بس اول ما دخلت وبلشت اتعرف على وجوههم، شوف العالم التقي فيهم، وقع معهم الالبوم، اتصور معهم، بلشت تشوف هي الفرحة اللي بقلبهم، انه انا كشاب سوري عم اطلق البومي من قلب سوريا، وعم بعمل يعني اول برحلة التوقيع تبع الالبوم اللي ان شاء الله رح نشتغل عليها انه تكون بدايته من قلب سوريا ومن الشام كمان، فهذا كان كثير شيء حلو. هلا انا ورين المعدة اكيد تحية كبيرة لك، حاولنا كنا موجودين يعني بين الجمهور، حاولنا نوصل لعندك ما قدرنا من كثر ما في عشقة، بس قدرنا نصور هدول المشاهد. مشاهدينا خلونا نشوف سوا شو راح عليكم لتوقيع البومه لمحمد باش ونرجع. خب تكسر حب تمرد قد ما بتقدر. محمد رح نسألك هلأ عن عنوان الألبوم أنا المشتاق، خصوصية هالغنية لحتى أنت اخترتها كعنوان للألبوم الجديد. أنا المشتاق أغنية باللغة العربية الفصحى، اختيار جريء كان لأنه نختار اسم الألبوم يكون أنا المشتاق وأغنية لغة عربية فصحى طبعاً. أكيد خاصة يمكن هالفترة شفت يعني درجة الأغاني خلينا نقول شعبية أكثر. طبعاً نحن كانت لبنان عم نشتغل عليها بألبوم أنا المشتاق، أكيد كشركة إنتاج جامو آر برودكشن، كرؤية فنية الأستاذ كريم كبارة. الفكره كانت تماما انه نحن نمشي بعكس التيار، بعكس ما السوق عم بيعتاد على الشيء اللي عم يسمعه.
اكيد هي كمان بتكون خطوه جريئه، لانه انت بدك يعني بدك تخلي العالم كلها تسمع شيء مميز وكمان شيء مو معتادين عليه، صار لهم فتره ما لهم سامعينه، او صار لهم فتره مو معتادين على هذا الستايل. علما انه وقتها بيطلع برامج مثلا وفيه فنانين عم بيغنوا، فوقت عم بيغنوا بالفصحى بتلاقي الناس اكيد طاجت ويعني عم بيغنوا طربي، عم بيغنوا فصحى، اكيد الناس كلها بتكون، لانه هي الناس جد متعصبه لهذا الشيء. وهي بالالبوم كله كانت تقريبا طاغي عليه الستايل الرومانسي، طاغي عليه الستايل، في اكثر من اغنيه بالطربي. بدنا نسالك لمين مشتاق، لمين مصدر الهام كان؟ هلا انا جد يعني مصدر الهام الكبير بالنسبه لي انا يعني مشتاق اول شيء، مشتاق لجمهوري، مشتاق ل يعني بكل اغنيه كان في مشتاق لحدا، في اغاني مشتاق فيها لبلدي، مشتاق لاهلي، مشتاق لرفقاتي، مشتاق لكل هيدا الجمهور اللي حوالي، جواب سياسي. فعن جد كل أغنية كان في إلى حالة خاصة عم بقدر أعيشها، من أول ما سمعت الأغاني، من أول ما اخترنا الأغنيات وبلشت أنه أنا دمدمهم وبلشت أنه أنا أتمرن عليهم، بلشت أعيشهم وحسهم أكثر. كرمال هيك هدفي مثل ما قلت لك، هدفي الرئيسي كان أنه أنا أحط كل إحساس عندي، هدفي الرئيسي أنه وصل إحساسي لكل مين رح يسمع الألبوم إن شاء الله، لو بأغنية واحدة من 13 أغنية الموجودين. وبتمنى اني اكون قدرت انجح بهذا الشيء. كان في صعوبه بالغناء بالفصحى؟ صعوبه لا، الحمد لله، يعني غير فصحى الالبوم كان في باللهجه المصريه، باللهجه اللبنانيه السوريه، بالراي غنينا باللهجه المغرب العربي الجزائريه، كان في مقاطع بالفرنش عم نغني فيها. فقدرت اني اكون عم ادي كل اللهجات بطريقه حلوه، ارضي كل الاذواق، اوصل لكل الفانز المنتشرين بالوطن العربي، كل حدا يحس حاله انه انا جد قريب منهم، عم اغني اغنيه من الاغاني اللي بلهجتهم. واكيد الفصحى اللي هي بتشمل كل اللهجات، واللي كمان رح تكون قريبه للكل. طب بدي اسالك على غنية انا شخصيا سمعتها على الراديو وكثير لفتت لي اذني. شو هي؟ كانوا كنت عم اسمعها على شوفي ما في. شوفي ما في. اللعب بالكلام كثير حلو. شوفي ما في. شوفي ما في. ايه. ما في. شوفي. شوفي ما في كلمات والحان استاذ كريم كبارة، وتوزيع الاستاذ خالد خالد. كان فيها بكل كوبلي كان في لحن جديد، كان عم يشتغل على الحان جديده فيها. فيها مثل فيها نقد، فيها شيء هيك فاني فيك تقولي. هو عن جد فاني، حتى الميوزك هيك. شوفي ما في اغنيه كثير معموله بستايل جديد، مثل اغلب الاغنيات الموجوده بالالبوم. يعني انا اوكي عم بحكي، احنا لازم نفرجي للمشاهدين اكيد، يعني الالبوم هو بحد ذاته بيسلي الواحد، بيفتحه بتلاقوا هذا الدفتر الصغير الكتالوج جوا اللي الكتالوج اللي فيه الصور هلا بنحكي عنهم، وفي الكلمات العربي وفي كلمات الانجليزي بنحكي عنهم. فشوفي ما في، ما في شوفي ما في بالمره ولا شيء، كل مره بتنكسر الجره وما بيطلع لي فيها شيء. هي مو حق السوريين كلها كانه هي بالاخير طلع الالبوم يعني منيح. يا قلبي بدق على الفاضي هون بقى، حولنا ما حدا سامع شيء، مقضي حبك بالشحاده والله يبعث شيء. اخ هيك انت اليوم؟ مو اليوم، ممكن كل يوم، ممكن مره باليوم، ممكن يعني هي حاله بتعبر عن حاله حلوه، وحاله ممكن اي شاب يعيشها او اي صبيه تعيشها. وهي الاغنيه رايحه كمان باتجاه الطربي اكثر، كغنيه طربيه حلوه خفيفه على الاذن، الواحد ممكن يسمعها ويدمدمها مهضومه. بدنا نسالك عن الكلمات الانجليزي، عامل شغله حلوه بالالبوم، انت كل الكلمات المكتوبه مترجمه، ما لها ترجمه حرفيه، ترجمه أكيد. بشكل عام يعني. ترجمه بشكل عام لنقدر، لانه شوي صعب انه الكلمات الاغنيه توصلي نفس المعنى، يعني بيطلع تقريبا اذا عم تقولي ترجمه بيطلع ترجمه سخيفه اذا انت عم تترجمي نفس المعنى. أي. بالاخص لانه في اكثر من لهجه. فكانت ترجمه اكيد مشكوره لصديقتي الاستاذه سوريا مراد، اللي هي اشتغلت على ترجمه يعني ما بعرف شو بدي اسميها، هي بس مثل انه اي حدا بده يسمع، كثير بيجيني كومنتس انه بليز بدنا كلمات الاغنيه نعرف شو عم نسمع، مثلا بيجينا كثير فانز من برا، الجمهور الاجنبي، الجمهور الاجنبي، فبيجوا بيقولوا انه كثير حبينا الاغنيه، عم نحس فيها بس ما عم نفهم شو الشيء اللي عم بتقدمه. فهذا الشيء اللي عملناه انه اي حدا بيقدر يشوف الترجمه بالانجلش، كمان على اليوتيوب في الابلكيشن سي سي اللي هي بتطلع الترجمه مع الفيديو هو عم بيتابع على اليوتيوب. فكمان هي فرصة انه انا اتقرب للجمهور الاجنبي ويقدروا انه انا يفهموا شو ممكن اكون عم غني. بدنا نسألك عن شكل الالبوم والتصميم تبع الالبوم الجديد.
اكيد الالبوم كان الفوتوغرافر اللي هو انس فرح، مشكور كمان صديقي، خلينا نوجه له تحيه كثير كبيره من لو شبابي شو. المصور انس فرح كان ضيفنا بفقره صنيعة فيه، كمان عن جد موهوب من الشباب جد السوريين، يعني موهوبين الشباب اللي صوره كثير حلوه، احساسه كثير حلو بالصور. واكيد الديزاينر كمان اللي كمان اشتغل على تصميم الكاتالوج كله والالبوم كله هو كمان جهاد كردي كمان صديقي. بشكرهم كلهم اللي عم يشتغلوا، كانوا عم يشتغلوا يعني لحتى جد بأداء التفاصيل الموجوده بالالبوم، اللي كانوا كلهم عم يشتغلوا من قلبهم حابين الشغل، حابين هي الخطوه الاولى لإلي اللي انا عم قوم فيها. بشكرهم كلياتهم اكيد، وجه لهم كمان شكرنا عنه. اكيد بنوجه لهم تحيه. وهلا اكيد صار وقت انه نسمع شيء. شو حابه تسمعي اول شيء؟ اكيد ما نسمع على المشتاق. أنا المشتاق عفوا لأنها بالفصحى. أكيد أنا المشتاق هي من كلمات ناي مظلوم، ألحان وتوزيع الأستاذ خالد خالد، أغنية الألبوم. يلا طبعا بما أنه ذكرنا موضوع التوزيع والإنتاج، فلازم أول شيء نتشكر كل اللي اشتغلوا معك محمد، طبعاً لأنه بسوريا سجل الألبوم أكيد كله. الألبوم تم تنفيذه كله بسوريا، أكيد في أغاني تم توزيعها بمصر وبلبنان، بس كل التسجيل كله كان موجود بسوريا باستديوهات الاستاذ زياد رماوي. وجد الكل مثل قال لك، كل الموسيقيين، كل الشباب اللي اشتغلوا بهذا الالبوم، كل المهندسين اللي اشتغلوا بهذا الالبوم بيوجه لهم تحيه كثير كبيره. البوم صنع في سوريا. صنع في سوريا كمان عارف بالفقره. ممتاز. وان شاء الله معنا المشتاق. اكيد يلا مشتاق. مشتاق. انا مشتاق. أنا المشتاق حبيبة عمري الباقي، أنا المشتاق وبعدك في أحراقي، وحيدا أحيا ليلتي ببعدك، أحن لكل أوقاتي بقربك، تعالي قد أطلت البعد عني، فعودي يا ملاكي لدفء حضني، فطيفك يلقاني في كل ركني، يصبرني ويكثر من عذابي. أنا المشتاق وانت الروح، انت وليه وليه حلوة. صار بدي حلقات وياه محمد. شكرا كثير. هلا في كمان خبريه للمشاهدين، غنيت انا المشتاق مصوره فيديو كليب. اكيد غنيت المشتاق صار لها تقريبا اقل من اسبوع نازله على. طيب نحن قبل ما نحكي بتفاصيل الاغنيه مشان نعمل لهم هيك شويه سسبنس للمشاهدين، خلينا نروح نفرجيهم التريلر اكيد ياخذوا فكره عنا، وبعدين نرجع نحكي بتفاصيل. انا المشتاق حبيبة عمري الباقي، انا المشتاق وكم أعيتني أشواق. طبعا نحن شفنا يعني مقاطع هيك قصيره لانه العرض حصري. وين عم تنعرض هلا الاغنيه؟ حصريا اكيد على قنوات مزيكا بمصر، وعندي على اليوتيوب www.youtube.com/محمد باش. اكيد بيقدروا يفوتوا على اليوتيوب يشتركوا ويشوفوا الفيديو كليب وكل الفيديوز الخاصة بألبوم المشتاق أكيد. طيب هلا على فكرة وئام هيك فتحوا عيونه وهو التريلر طالع، لأنه بحب اللون الأخضر. عن جد أنا بحب الأخضر. فشو سر هالخضار كله؟ وين مصورين الكليب محمد؟ الكليب صورناه بماليزيا أكيد تحت إدارة وإخراج المخرج كريم كبارة. الكليب فكرته كثير مختلفة عن فكرة الفيديو كليب الأول اللي هو فيديو كليب بتحبني أكيد كمان رح نحكي عنه هلا. الفكرة كانت عبارة عن، طبعا صورناها بغابات ماليزيا، صورناها ببيت ماليزي قديم مع تواجد الموديلز اللي فينا نقول هن موجودين بال او اللي عم يمثلوا بالفيديو كليب، اللي هو الام وابنها اللي هن انت فتحت على حالك الباب للتمثيل. محمد تجربة التمثيل بهذا الكليب؟
اكيد كان تجربه كثير مهمه. كيف لقيت هي التجربه؟ تجربه كثير حلوه، انه انا عم اول شيء عم مثل الاغنيه اللي انا اصلا مغنيها وحاسسها اصلا، فكان كثير سهل بالنسبه لي انه انا اعبر عن كلمات الاغنيه، عن لحن الاغنيه، عن قصه الاغنيه اللي كان الستوري بورد اللي كان كثير فيه بيحمل كثير معاني حلوه لشاب تايه وضايع بالغابه بمكان ببلد غير بلده طبعا، وبيغمى عليه بقلب الغابه وبلتقي وليه هلا الصبايا رح يغمى عليهم محمد باشا يغمى عليه بالغابه ما حدا يجي يساعده، وبلتقي مع عائله اكيد ماليزيه موجوده بياخذوه بداووه يعني في شيء كمان بيربطه بذكرى معينه بسكارف معه بيكون محتفظ فيه بايده بيتخلى عنه باخر فيديو كليب لحتى يكفي حياته او يكفي الدنيا اللي عم بيعيشها. كثير في اكثر من معنى، يعني كل حدا ممكن يفهمها بطريقه، ممكن واحد يكون مشتاق لحبيبته، مشتاق لاهله، لبلده. فيها كثير واسع مجالات التخيل جوا الفيديو. طيب محمد، الالبوم حمل كل الالوان، يعني خلينا نقول اللي بتهم كل الشرائح. اكيد يعني ب 13 اغنيه قدرنا انه يعني نحن حاولت تنوع من كل النوع، مثل ما قلت لك غنينا الطربي الشعبي المصري الشعبي السوري، غنينا باللهجه اللبنانيه، غنينا كل هدول اللهجات. التنوع اكيد اخترنا اغلب الانواع اللي كمان نقدر نتميز فيها، ما نكون كثير عم نمشي مع السوق مثل ما الشيء اللي رايج بالسوق، فعملنا هذا التنويع كرمال نتميز بشيء. ذكرت كليب بتحبني بتحبني اكيد اغنيه بالمصري ايوه يا وديع بتحبني طلعت بتحبك ولا لا؟ هي بتحبني اكيد بتحبني طبعا بتحبني. كمان صورتها بماليزيا، قلت بدك تحكي عن هذا الكليب كمان. اكيد بتحبني الاغنيه هي اغنيه بتحبني، كلمات شعر صفوت زينهم، الحان احمد صالح، توزيع كمان الموزع والموسيقي السوري خالد كان له نصيب كثير مهم بالالبوم. أغنية كمان كان فيها تنوع موسيقي بين الكلاسيكال رومانس، انتقلنا فيه للفلامينكو، كان في هيدي الاختلافات جوا الأغنية، وكمان قدر الأستاذ كريم كبارة بالإخراج إنه ينقلنا بالصورة من يورجي هذا التنوع اللي كان بالميوزك. صورة كانت حلوة، مع صورة شاب وصبية بحبوا بعض، معلقين ببعض، مغرومين ببعض. كلمات الأغنية أكيد بتعبر عن الحب والعشق اللي كان موجود بيناتهم، نقلناها بصورة بسيطة حلوة، عبرنا عن هذا الحب بطريقة صورة مع اختلاف كان. الألوان كان في كولرز بالألبوم، كان في بالفيديو كان في كولرز عم بلوكيشن كثير قديم ولوكيشن كثير مودرن على الجسر الجديد مع السيارة الكشف، وانتقلنا بعدين للمسرح القديم والالوان اللي كانت كلها عم تكون موجوده. طيب بصراحه محمد الاخ اللي نحكي، كيف متوقع مثلا هيك نجاح خاصه بعد ما شفت الاعداد الكبيره اللي حضروا وقت توقيع الالبوم تبعك؟ اكيد في رؤيه براسي انا حاططها، انه انا بعد الشغل وبعد التعب اللي اي شخص او باي مجال واحد بيكون عم يشتغل فيه، انه لازم يلاقي نتيجه حلوه. اكيد اذا ما لقى نتيجه حلوه او ما لقى ردود فعله بيكون في شيء غلط. الحمد لله بعد كل هيدا التعب وكل هيدا المجهود وكل فترات العمل والسهر كلها اللي كنا عم نشتغل فيها، وانا كنت عم كون متواجد فيها، عم جهدي يكون متواجد بكل الفترات وبكل المراحل، اني لاقي هذا النجاح. واكيد لازم انا اشتغل على هذا النجاح، لازم انا اعمل كل شيء عم بقدر عليه لحتى اوصل الالبوم تبعي، يوصل اغانيه لكل الجمهور. وهذا اللي بتواجدي معكم اليوم، عم نشتغل على هذا الشيء، وان شاء الله كل المراحل القادمه بالفيديو كليبس، بالحفلات اللي جايه لقدام، بالمهرجانات اللي عم نشتغل عليها، عم نحضر لها كلها، انه انا اكون متواجد قد ما فيني، حتى اكيد بالتلفزيونات وباللقاءات مع وعلى الاذاعات. محمد بين قوسين على سيره التواجد، انت كنت موجود بسوريا خلال كل الفتره اللي مضت، معظم اوقاتك هون. صح يعني ما حسيت انه هو شكله لا انه ما اثر عليك الوضع بشكل سلبي، بالعكس اعطاك بوش ودافع انك تقدم شيء حلو للناس؟ كان دافع كثير قوي، انه كثير بتفاجئوا بيقولوا انه محمد انت هلا بتفاجئوا انه محمد انت موجود بسوريا، موجود بالشام، عم تشتغل، عم تقضي حياتك عادي، عم تعمل هيدا الشيء، البومك اطلقته من بلدك. هي الرساله اللي نحن كنا عم نشتغل عليها، انه نحن قادرين كشباب بقلب سوريا، كل الفنانين والموسيقيين موجودين بالبلد عم يشتغلوا، قادرين نعمل شغل مهم. مثل ما قلتي على البوش اللي انا قدرت اني انا
برغم كل الضغوط. هذا بده شخص قوي اكيد يعني، برغم كل شخص قوي لياخذ الشيء الايجابي، رغم كل الضغوط النفسيه اللي كنا عم نمر فيها، ما في لك من قطع الكهرباء لكل الضغوطات اللي كانت عم بتمر، مراحل كثير مرينا فيها، تنقلاتنا من البيت للاستوديو، مش يعني هيدا كل هيدي المراحل اللي كانت صعبه عم بتمر بظروف كانت يعني كثير اصعب من هلا، قدرنا نتخطاها وقدرنا ننجح فيها لنقدم البوم يليق في كفنان انا سوري قادر بدي ارفع اسم بلدي، واكيد هيدا الالبوم بتواجد فيه عند الكل. فان شاء الله نكون وكل مراحل بتمنى انا اقدر انه انا كل شيء لقدام اعمال قادمه انه نقدر نأديها من قلب بلدنا وننجزها من قلب سوريا اكيد. طب بدنا ننتقل هلا من العالم الواقعي الى عالم الانترنت. ويور فانز اللي بنوجه لهم تحيه كبيره من البرنامج لشبابي شو يلي دائما معك على تويتر. عالم الانترنت عم تحكي، عالم الانترنت هو صار عالم واقعي لانه جد الصوره عم تنتقل. انا برايي جد صار واقع لانه هيدي المرحله التواصل هي اقرب مرحله انه الواحد يقدر يوصل وبيسال وشفت ورسائل وينك صح صح. فعن جد بلش يصير هيك نوعا ما عالم حقيقي. تويتر وفيسبوك يمكن بالشكل تويتر وفيسبوك انستغرام عم كون انا عم متواجد فيهم بشكل شخصي، عم رد على كل المسجز وعم عم انبسط فيها، هي المرحلة اللي كثير بحبها تواصلي مع الفانز. بما انه شكرنا الفانز فرح نسألك احد الاسئلة اللي بعثوا لنا اياها فانز محمد باش. رائد تاجا بيقول لك كنت تتخيل وقت كنت صغير انك تمشي بالشارع والناس تطلب تتصور معك؟ لا ابدا ما كان في لهلا صراحة، حتى لما امشي بالشارع ما بفكر بها انه انا ماشي بالشارع انه ممكن حدا يعني، بس صار شيء واقعي، صار شيء واقعي انه هلا انا جد عم انه الفانز يجوا يتقربوا مني كثير، يكونوا الجمهور اهل البلد، اهل باي مكان بكون موجود فيه، انه هن يكونوا عم يشوفوا احلامهم فيي، عم يعني يشوفوا يعني بيتقربوا مننا، بيكونوا موجودين معنا، وانا مهمتي انا اكون يعني ما حسسهم بهيدا الفارق اللي انا اكون اللي ممكن نحكي فيه انه انا معروف او انا بساعتك شخص طبيعي بتنام أكيد بتفيق هي طبعا هي اللحظات حلوة لما انا يعني التقي فيهم اتصور معهم اكون قريب منهم، هي من اجمل اللحظات. محمد كمان علي عبد الرحمن بنقول له مساء الخير. علي عبد الرحمن بيقول لك كيفك؟ بس كيفك؟ انا كثير منيح ورح كون دائما احسن ومثل ما شايف شوفي ما في ما في شوفي ما في وضحكتي على وشي والتفاؤل هو اهم شيء. على ذكر الضحكة سارة عم تسألك عن دراستك، قالوا سر ابتسامتك وأسنانك تحديدا. صفر أسنانك. شو بجاوب على شو؟ دراستك أول شيء. دراستي أكيد درست تجارة اقتصاد، تخصصت بورصة وأسواق مالية. للأسف أو مو للأسف ما خطت كثير بهذا المجال. انسرقت من الشغل فتت بالمانجمنت، عم اشتغل بإدارة الأوتيل أكيد تبعنا بإكباش وعم كون متواجد بشكل كثير بسيط، هلا عم بنسحب القصه شوي شوي. سر ابتسامتي، سر ضحكتي، لانه جد هي من قلبي طالعه، هلا كاسناني ما بعرف. ما نسال يمكن نشوف الوالد والوالده هيك ورثانهم من شيء لا الحمد لله، يعني جد هو الابتسامه بتيجي من القلب، لما تكون ابتسامه من القلب والضحكه من القلب بتطلع حلوه شو ما كان. طيب هلا بدنا درام رول من السؤال اللي عليه علامات راما بتسالك يا محمد، اخبار القلب شو الوضع؟ القلب عم يدق دائما، قلبي ما لازم ما يدق اكيد الحمد لله، لازم دائما يدق. اذا هي عم تحاول تفوت شوي، عم تسال سؤال شخصي، عم تسال سؤال شخصي. ايه حابب حدا في شي بنت هيك سارقه قلبك هالايام؟ يا راما، راما مو راما عم تسال؟ راما هلا هي راما وحده من ال راما وحده من الكل اكيد. ايه نحن نقينا راما بس هي يعني ثلاث ارباع الاسئله كانت على هالموضوع. اكيد حياتي الشخصيه مثل ما كل فانز بيحبوا انهم يعرفوا تفاصيل قريبه من الشخص اللي بيحبوه او من الفنان اللي بيحبوه. بعدتهم شوي باخر مرحله عن الحياه الشخصيه، بحب تركيزهم يكون، بحب صراحه باغنياتي يشوفوا العلاقات تبعاتهم هن، اذا كانوا بيحبوا او كانوا مغرومين بحدا، يشوفوا باغنية هيدا الحب. انا باغنيك شايفه انه في يعني انا بالنسبه لي هيدا يعني انه هي مشاركتي لإلهم. معناتها في ما لح جابك لا ايه ولا لا لا هي الاغاني بتوحي ليش انا لا ايه ولا لا، بس جد حابب بهالمرحله انه هن يكون تركيزهم على حياتي الفنيه، على الامور الفنيه. في تركيز اكيد دائما عليك. وانا جد مثل ما كل مره بوعدهم بكل لقاءاتي بقول انه انا اي شيء مهم بحياتي الشخصيه او العاطفيه اكيد رح يكونوا اول مين بيعرفوا فيه. محمد نحن وصلنا لختام الفقره معك، قبل ما نوضعك بس هيك حابين نسمع منك شيء كمان.
تسمع مني شيء؟ حابب في غنية باللهجة الفراتية. غنية اسمها وين ولي، غنية تراثية كلماتها تراثية من ألحان أستاذ كريم كبارة عاد صياغتها. بحب وجه لكم إياها. يلا نحن جاهزين، نجهز حالنا مشان ال هيك. لا عاش قلبي بعد ما ولفي غدربي، ولاي 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 يا خالق شوفوا 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 مصابي مصابي وين أولي وين أروح وين أولي وين أروح والقلب مليان جروح وين أولي وين أروح وين أولي وين وين والقلب مليان جروح وين أولي وين 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 أولي. ما رح أولي غير يعني رح نكون بسوريا متواجدين دائما. أكيد بدي أتشكر دعوتكم لي اللي نكون معكم اليوم ببرنامجكم، كتير حلو. نرجع نتشكرك نحن. شكرك لك. وإن شاء الله الشو تبعكم السنة الجاية يكون أحلى وأحلى. وبرافو عليكم، يعطيكم الف عافيه، عم تدعموا الشباب السوري، عم تكونوا دائما متابعين اعمال الكل. انا بدي اشكركم مره ثانيه ولكل فريق العمل التلفزيون طلاقي، وبوعد كل جمهوري انه انا رح اكون دائما متواجد معهم، وبطلب منهم الكل اللي ما لسه بعد ما سمع البوم انا مشتاق انه يدخل يعمل سيرش يسمع البوم انا مشتاق، في اغاني كثير حلوه على اليوتيوب على اليوتيوب على الفيسبوك تويتر، دائما اللينكس موجوده موجود. والالبوم وين بيلاقوه؟ اكيد والالبوم متواجد بكل الاسواق على الاي تيونز، بكل الاسواق متواجد، يعني ما راح اقدر اقول وين اماكن، متواجد اونلاين على كل الابلكيشنز، محلات متخصصه لبيع السيديات. وان شاء الله يكون عجبكم فيديو كليب انا مشتاق، ووعدكم بفيديو كليبس كمان لقدام، وينعاد عليكم اكيد نحن فتره اعياد، ينعاد على الكل وهابي نيو يير كمان للكل، سنه جديده تكون احسن من السنوات اللي مروا علينا وعلى بلدنا وعلى الكل ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لحضورك معنا لألكم. الفنان النجم السوري محمد باش صنع في سوريا، وشكرا لانه هيك كان ختامها مسك معك لشباب شوب 2014. بتمنى لك كل التوفيق اكيد، ونحن بانتظار كل اخبارك. شكرا. مشاهدينا رح نروح لفاصل وراجعين.